شكرا سي الوزير. هو اليوم الكل كينوه بالعمل الجبار اللي قامت فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وبهذه المناسبة كنبغيو نقدموا التهاني ديالنا لجلالة الملك والشعب المغربي على ما حققه الأسود الأطلس في قطر 2022. ولكن السيد الوزير، شنو الدور ديال الجامعات الأخرى؟ اليوم شفنا واحد الغياب كبير ديال هذه الجامعات، كنشوفوا الجامعات اليوم غير كتستنزف المالية ديال الوزارة وديال الدولة، لأن ملي كنشوفوا جمعيات اليوم، جامعات اليوم اللي هي حبر على ورقة السيد الوزير، ونعطيكم المثال أن عندنا اليوم جامعة ديال المصارعة والرياضات المماثله اللي كاينه في مدينه الجديده واللي عطاها المجلس البلدي ديال مدينه الجديده مقر اللي ديروا مركز التكوين اليوم اللي تبنى فيه وطيل ولا تيكري الدفاع الحسن جايب 250 مليون للسنه السيد الوزير، واليوم ما كدير لا بطوله لا كاس العرش، وكاس العرش اللي هو اللي ديال جلاله الملك، وكنشوفوا هذا الرئيس اليوم اللي دار جمعيات وهميه باش يبقى هو وجر على الانديه اللي خلقت ابطال وخلقت واحد المجموعه ديال يعني كنشوفوا اذا هذه الجمعيات السيد الوزير في غيمشيو مادام هذا الرئيس كيتعنت وكي يعني ولا كيعتبر هاد الجامعه جامعه ديالو ديال باه ماشي جامعه ديال تبع وزاره الرياضه. سيد الوزير، من هذا المنبر هذا كنطلبوا منكم انكم تستبطوا شي لجنه اللي تحقق في هذه المسائل اللي غنتكلم فيها دابا. كاينه واحد عقده الاهداف اللي كياخذوا عليها الجامعات كلها سيد الوزير الدعم ديالهم، اليوم كنشوفوا هذه عقده الاهداف اللي كاينه ما كتطبقش مادام ان جامعه ما كدير